مساء الخير والجمال عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وكل الوطن العربي. برحب بيكم وحلقة جديدة متميزة من حلقات برنامج نور الطب. النهاردة تخصصنا بناء على مطلب جماهيري. النهاردة هنتكلم عن حاجة شائعة ما بيفرقش بين كبير وصغير، هي آلام العمود الفقري وكل ما يتعلق بيه بقى من عوامل نفسية وفسيولوجية وسيكولوجية وكل اللي تتخيلوه. النهاردة اشرفنا في الاستوديو الدكتور علواني محمد شومان، اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل جامعة القاهرة، حصل على دورات في العلاج بالليزر والطب الرياضي. اهلا بك يا دكتور، منورنا. اهلا بكم، اهلا بأعزائي المشاهدين مع قناة الصحة والجمال والإعلامية الرائعة الأستاذة نور. اهلا بك. شكرا لك يا دكتور. عايزين دكتور نتكلم عن تخصص العمود الفقري. طبعا هو تخصص شائع ومختلف الأعمار ومختلف حقيقة يعني مستوياته العمرية بتعاني من مشاكل العمود الفقري وما بتفرقش زي ما قلت في البداية من كبير وصغير. عايزين نتكلم بصفة عامة عن آلام العمود الفقري وإيه كيفية علاجه وإيه ميكانيزم التعامل معاه بعد كده من بعد الشفاء كمان. هو للأسف آلام العمود الفقري من الظاهر الشائع دلوقتي، يعني حوالي 60% من سكان العالم بيعاني من آلام يا إما في الظهر يا إما في الرقبة، لكن ليها طبعا أسباب كتيرة. مشكلة في النظام الغذائي، عدم ممارسة الرياضة، طبعا أوضاع خاطئة كتير إحنا بنعملها. لكن قبل ما ندخل بقى في الأسباب والعلاج هنتكلم في إيه هو العمود الفقري باختصار. يعني العمود الفقري بيتكون من 33 فقرة، 7 فقرات عنقية و12 صدري و5 قطني و5 عجزي و4 عصاصي. دور الفقرات دي انها بتحمي الحبل الشوكي. بين كل فقرة والتانية في حاجة اسمها ديسك او غضروف. الغضروف ده مسؤول عن منع الاحتكاك بين كل فقرة والتانية وامتصاص الصدمات. تمام. بعد كده في حاجة اسمها الحبل الشوكي، وده بيمثل كابل الاعصاب الرئيسي اللي بياخد من المخ وبيوزع لباقي الاطراف. يعني نقدر نقول المخ هو المايسترو في العمليه دي كلها. هو المخ او الحبل الشوكي ده حاجه تصل بين المخ وبين باقي الايه؟ العضلات. من غذاء العضلات. بعد كده في اربطه طوليه بطول العمود الفقري، دي مسؤوله عن ثبات الفقرات. تمام. اخيرا في القميص الخارجي بقى اللي هو العضلات. معنى صور توضيحيه؟ اتفضل. العضلات دي هي المسؤولة عن الحركة بتاعت الظهر، أمايل يمين شمال كده يعني. تمام. دي حاجة مختصرة عن الأناتومي أو التشريح بتاع الفقرات. احنا عارفين سيادتك خبرة أكتر من 17 سنة. إيه أكتر المشاكل اللي بتيجي لحضرتك في العيادة يقول لك يا دكتور أنا بعاني من كذا بسبب كذا، إيه الحاجات الشائعة؟ هو صراحة حالات كتير بتيجي العيادة بس أغلبها طبعًا آلام العمود الفقري سواء كانت في الظهر أو في الرقبة. طبعًا في أسباب كتيرة لكن في أسباب رئيسية. ولا طبعا للاسف عدم ممارسه الرياضه، دي اهم حاجه. الرياضه ليها دور قوي جدا زي الجيم زي السباحه زي السويدي. كل الحاجات دي بتقوي العضلات وبتكون لي هيكل عظمي وعضلي قوي، بحيث ان انا يبقى في قدره على تحمل الالم يعني. طب يا دكتور دلوقتي المريض تعب خلاص وما بيمارسش رياضه وجال حضرتك، نتكلم في الاسباب الاول عشان عايزين بقى نقول باقي الاسباب. طبعا اول حاجه موضوع عدم ممارسه الرياضه. تاني حاجه ما فيش نظام غذائي صحي. اي وجبه رئيسيه المفروض يبقى فيها بروتين يبقى فيها كالسيوم يبقى فيها فيتامين. احنا للاسف وجباتنا كلها سريعه. فده ما بيبنيش الهيكل العضلي والعظمي اللي انا عايزه. تمام. يعني التغذيه السليمه اساس بناء العمود الفقري الجيد. ثالث حاجه طبعا واهم حاجه هي الاوضاع الخاطئه اللي احنا كلنا بنمارسها للاسف الشديد يعني. تمام. من ضمن الاوضاع الخاطئه نبدا بالنوم الاول. ان احنا بننام على مخده عاليه قوي على مخده واطيه قوي. ده بيتعب الرقبه طبعا، بتنامي تانيه جسمك، ما بتحطيش مخده برجليكي. كل الاوضاع دي للاسف بتسبب. كلنا بنعمل الحاجات دي يا دكتور. طب دكتور في ناس بتنام من غير مخده خالص، هل ده شيء صحي؟ لا، هي تبقى مخده وسط، يفضل مخده فايبر يعني، لا تبقى عاليه ولا واطيه. تمام. حتى طريقه ان انت بتقومي من النوم برضه بتقومي بطريقه خاطئه، المفروض انك بتنامي على جنبك وتقومي، احنا برضه بنقوم مره واحده وده غلط طبعا. يعني معنا صور توضيحيه بتبين الممارسات الخاطئه او طريقه النوم السليمه الصحيحه. تمام. تمام. في طبعا وضع الجلوس، سواء الجلوس على الكرسي اللي انا قاعد فيه دوت، الجلوس على الكمبيوتر، وضع القياده طبعا اغلبه يبقى خاطئ للاسف الشديد. اكيد. اولا الجلوس فترات طويله اكتر من ساعتين بيتعب العضلات بتاع الظهر. التمييل بصفه مستمره ده للاسف شديد بيتعب الرقبه مع العمود الفقري كله يعني. ثالث حاجه من ضمن الاعضاء الخاطئه طبعا طريقه التمييل. طبعا المفروض ما نميلش اصلا يعني، حتى في الصلاه المفروض واحنا بنركع
يبقى الجزع مع القدمين كده عامل زاويه 90 درجه كل زاويه حطيت قائمه فما بيحصلش اصلا انسناء او انحناء للعمود الفقري. انحناء للعمود الفقري، حطيت المفروض لو حطيت كوبايه ميه على ظهر المصلي ما تتدلكش. يعني صح ان احنا نحرك مفصل الفخذ مش نحرك نهي ظهرنا، يبقى الوضع قائم اثناء السقوط برضك تبقى كده، المفروض يبقى ساجد كده. مرضك الانحناء ده ما بيخليش المصلي يستمتع بالصلاه اصلا، المفروض مهما طول في الصلاه لو بصلي بطريقه صحيحه ما تعبش، ما ظهري ما يتوجعش او ما يتضرش. طبعا ضمن الاسباب اللي بعديها طريقه حمل الاثقال، كلنا بنشيل اوزان بطريقه خاطئه جدا. طبعا المفروض احنا كلنا بنميل وبنقوم وبنجيب، وده طبعا بطريقه مش سليمه تماما يعني. المفروض ان احنا بنقعد على ركبتنا، بنقرب الوزن من الركبة، وبعد كده بنقوم بايدينا وبرجلينا، الظهر ما بيشاركش في الموضوع. احنا معنا الطريقه السليمه لحمل الاثقال من الاماكن المنخفضه اهي. تمام، اكتر من الوضع احنا ما بنميلش اصلا يا دكتور، ده غلط، اللي على الشمال ده غلط، ممنوع تماما، المفروض ممنوع تماما. احنا حياتنا كلها يا دكتور كده للاسف، حياتنا كلها غلط، اكتشفنا كده للاسف. تمام، يا رب الساده المشاهدين يكونوا بيستفيدوا من الخطوات السليمه. تمام، اتفضل يا دكتور. طيب دي اغلب المشاكل اللي بتسبب الام الظهر. نفترض بقى ان المريض خلاص بدا يشك في ظهره ورقبته، وبقى في شد عضلي، في صداع. العلاج بقى، بروتوكول بتاع العلاج. بيبتدي الاول المريض بالتوجه الاستشاري العمود الفقري او استشاري المخ والاعصاب. لما يكون الموضوع عباره بس عن شد عضلي او ظهره بيوجعه ورقبته بتوجعه، بيتعمل له اكسرية عاديه. فهو بيتاخد اي علاج مسكن كده او بسط العضلات على حسب راي الدكتور. غالبا لو في شد عضلي ما بيحتاجش فيزيوثيرابي او علاج طبيعي يعني. تمام، يعني ممكن يتعالج بس كده بالادويه وخلاص. المشكله كلها بقى ان يكون في بدايه انزلاق غضروفي او بدايه خشونه في الفقرات، هنا تكمن المشكله. ايه الفرق بقى يا دكتور بالمناسبه بين الانزلاق الغضروفي واعوجاج العمود الفقري؟ لا، هو اعوجاج العمود الفقري وعطات خاطئه طبعا، بس اغلبه بيكون وراثي. يبقى الطفل النازل محني في انحناء جانبي وانحناء امامي. بيسموه سكوليوزس او كيفوزس، لكن هي المشكله كلها في طلبه المدارس للاسف، هي بتشيل الشنطه بطريقه خاطئه، المفروض ان الشنطه بتبقى ورا. تمام، فالمتشيل الشنطه على الجنب يمين او شمال، ده بيعمل تقوس جانبي للعمود الفقري، ده اكتر مشكله، ودي شائعه جدا على فكره للاسف الشديد. طيب يا دكتور، عايزين نعرف ازاي نعالج الغضروف بدون تدخل جراحي، هل ده حقيقي ولا اشاعه ولا ده ممكن يعني تطبيقها على ارض الواقع؟ لا، هو حوالي 90% من حالات الديسك او الغضروف او الخشونه عموما دي ما بتحتاجش تدخل جراحي. الديسك او الغضروف ده ما بتحتاجش اي تدخل جراحي يعني. تمام، بس يعني من بعد طبعا المريض الاول بيكشف عند اخصائي العظام او المخ والاعصاب، بيشوف الديسك، لو الديسك مش ضاغط على الحبل الشوكي يبقى الدنيا كويسه. بيتم التعامل معاه بالعلاج التحفظي. تمام، اللي هو العلاج الدوائي، الراحه، جلسات العلاج التحفظي يعني بدون تدخل جراحي. تمام، اكتر من في نسبه حوالي 10% او اقل، دي اللي بيبقى فيها الديسك ضغط على الايه، على الكابل الرئيسي بتاع الاعصاب اللي هو الحبل الشوكي. معنا اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك. السلام عليكم. ايوه اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيك، ازي حضرتك، عامل ايه؟ نورنا، منور الاستوديو. نتعرف بحضرتك. طيب نتعرف بحضرتك، مين سيادتك؟ محمد عربي. استاذ احمد اهلا وسهلا، اتفضل الدكتور سامعك يا استاذ احمد، اتفضل. ماما يا دكتور، انا طبعا انا كشفت على داري، ماشي في طبعا اثر من داري، وعملت اشاعات بتاعه وخدت سكنات كتير. تمام تمام ماشي. طبعا طبعا الدكتور قال لي عندك كسره في الفقره وعندك غضروف، المهم عمل لي مشاكل. تمام وانا تمام. ماشي على رجلي يعني، كان بيديني شد عضلي والحمد لله رب العالمين وخفيت يعني. يعني اللي من اخر حاجه عطاني اللي هو الحمل. تمام. قريت التقارير للدكتوره، قالت لي عندك نسبه غضروف، التقرير ما يقول بتاع الاشعه المقطعيه. طيب لكن الالم اللي بالنسبه لظهرك ورجلك عامله ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي هو خف، بس في اثر وفي تجر في ظهري. انت الشمال كده، الشمال كلها كده لحد المفصل اللي هو. طيب حضرتك كام سنه تقريبا يا حاج دلوقتي؟ انا 31 سنه. 31؟ صغير خالص. طب ايه شغال ايه بالظبط؟ صغير خالص في المعمار خلاص. طيب اللايف ستايل نفسه لسه نتكلم في موضوع. طيب في اي سؤال تاني يا استاذ احمد تحب توجهه للدكتور؟
الله يخليك. طيب شكرا لاتصالك، اتفضل يا دكتور. هو بالنسبه للمريض طبعا للاسف الشديد من ضمن برضك الاعداد القضاء شغل المعمار والناس اللي شغالين في السيراميك وشغال النقاش والجماعه الفلاحين او المزارعين، كل تامين الغرض للاسف بيسبب خشونه وديسك. اول حاجه لازم نبطل الوضع الخاطئ ده قبل اي علاج دوائي او جلسات او علاج طبيعي، لازم الوضع الخاطئ ده. عايزين ندير الناس كورسات اصلا في التعامل، يعني في هو بره فعلا الكلام ده موجود بره في دول امريكا واوروبا، فعلا في دكاتره اخصائيين علاج طبيعي بيعدوا على المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه بيعلموهم الاوضاع اللي الصحيحه. تمام. يعني طبعا عندهم موضوع دخل قومي بالنسبه لهم، العامل او الموظف لما يتعب بخساره البلد هم عايزينه يبقى سليم. اكيد طبعا دول على القوى العامله من اهم الضلوع في التقدم الاقتصادي. طبعا اول حاجه يعني لازم يبطل يشيل التقيل ويميل، التميل ده زي ما قلت يكون وقت الصلاه بس. طيب يا دكتور، علاقه السمنه بالعمود الفقري؟ السمنه طبعا ليها مشاكل كتير، اكيد طبعا بتاثر على القلب، بتعمل تصلب في الشرايين، بتعمل سكر، بتاثر على يعني عامله مشاكل في كل الاتجاهات. لكن هي بالنسبه لنا احنا العمود الفقري في حاجه اسمها مركز الثقل بتاع الجسم او السي او جي، ده المفترض ان هو ده موجود في البطن قريب من السره، ده المفروض ان احنا لو ممكن نتشال منه نتعلق منه زي ما يقولوا يعني. فده مسؤول، ده خط وهمي بس مسؤول عن التوازن يعني. تمام. لما بيحصل بقى مع السمنه موضوع الكرش ده قدام بيغير مركز ثقل الجسم، بيخليه قدام شويه، فالمريض هيبقى في نوع من عدم الاتزان، فبيضطر يرجع بظهره لورا جامد، الجزع جامد كده، بيحمل على الظهر اكتر، بيزود اللوردتك كيرف طبعا. ده بيزود الالم والصدد العضلي للاسف يعني. طيب يا دكتور، عايزين نعرف يعني ايه العادات الاخرى غير النوم والجلوس؟ مثلا عايزين نعرف الجري، الرياضه المفرطه، التمارين اللي هي مش تحت تاثير او تحت يعني اشراف مدربين، هل دي ممكن فعلا تعمل حاجه عكسيه؟ يعني تعمل مثلا رباط صليبي، تعمل شد عضلي ما يرجعش تاني؟ في ناس ممكن يحصل لها الحاجات دي نتيجه التمارين العنيفه. وهنا بالنسبه للحاله اللي نتكلم عليها، خلينا في العمود الفقري النهارده، فبالنسبه لو واحد عنده ديسك او ظروف يعني فيفضل موضوع القفز ده، يعني ممكن يجري جري خفيف عادي لكن بيشيل احمال بطريقه معينه، ما ينفعش يشيل دمبل ويطلع بيه طبعا غلط على الظهر. طيب ايه علاقه التكييف يا دكتور بالعمود الفقري والشاي والقهوه واللايف ستايل عامه بتاعنا؟ ليه تاثير سلبي على العمود الفقري فعلا؟ هو احنا دلوقتي بالنسبه للتكييف والتعرض لتيار الهواء البارد ده للاسف بيقلل الدوره الدمويه للمكان اللي عايزه اللي انا عايزه، فبيقلل الاكسجين وده بالاوتوماتيك بيزود الشد العضلي فبيزود الالم. طبعا ده المريض دايما اهم حاجه بنصحه بيها انه دايما يبقى متقي المدف في نفسه بعيد عن التكييف عن تيار الهواء البارد بقدر المستطاع. بالنسبه للشاي والقهوه يا دكتور، ايه اضرارها؟ الحاجات دي الشاي القهوه طبعا منبهات فيها اللي هو نسبه الكافيين عاليه جدا، فدي يعني لو تشربي نظام كوبايه كوبايتين شاي في اليوم مش مشكله، اكتر من كده بتقلل الدوره الدمويه للمكان اللي انا عايزه. طب والحاجه العامل النفسي يا دكتور، الاكتئاب في زياده الالام؟ طبعا العامل النفسي ده مع الاكتئاب اولا بيقلل المناعه، دي حاجه معروفه دي جدا، استجابه المريض اصلا للعلاج سواء كان علاج طبيعي او دوائي ده بيبقى عاده رافض العلاج. مع القلق والانفعال في هرمون اسمه الادرينالين، ده للاسف شديد افرازه بزياده ده بيزود الالم. شاكرين جدا يا دكتور، الحقيقه كان الوقت معاك شيق جدا ومر بسرعه. ربنا يخليك، وان شاء الله لينا لقاء اخر باذن الله نتكلم بقى على اصابات الملاعب والام الركبه وخشونه الركبه باذن الله. اكيد ان شاء الله كونوا معنا يعني. اكيد باذن الله. استنوني ان شاء الله مع دكتور علواني بعد الحلقه، نطلع لايف دلوقتي يا جماعه على البيج بتاعتنا اسمها برنامج نور الطب، اكتبوا بالعربي كده على الفيسبوك هتلاقونا اعلى سيرش قدامكم على طول. شكرا ليك جدا دكتور علواني محمد شومان، اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل جامعه القاهره. شكرا لحضرتك، شكرا لكم جدا. استنونا ان شاء الله في الاعاده، هنوع عنها برضو في اللايف. شكرا لكم جدا، كانت معكم نور العقاد، الى اللقاء.